اتفاقيتان خليجيتان وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بشأنهما سترفعان أسعار أنواع من السلع الاستهلاكية بعد أن يوافق عليهما مجلس الأمة. فالاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقضي بفرض ضريبة على فئتين من السلع هما التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100%. أما اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل فإنها تقضي بفرض ضريبة بنسبة 5% على مختلف السلع. وكانت المملكة العربية السعودية طبقت منذ 3 أشهر ضريبة القيمة الانتقائية ما أدى لمضاعفة أسعار مشتقات التبغ ورفع أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ما بين 50 إلى 100%. للتعرف على تأثير الاتفاقيتين تنضم إلينا الوكيل المساعد لشؤون الضريبة بوزارة المالية السيدة أسيل السعد. أولا نبارك لك الثقة بالتعيين، فهذا اليوم الأول لك في المنصب الجديد، لكنك لست جديدة على هذا المجال. ونبدأ بالسؤال، ما الفرق بين اتفاقية الضريبة الانتقائية واتفاقية القيمة المضافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أشكركم على هذا الاتصال وعلى هذه التهنئة، وإن شاء الله أكون على قدر ثقة صاحب السمو. لا شك اليوم مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون اتفاقية الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وهي ضرائب موحدة اتفقت عليها دول مجلس التعاون. الضريبة الانتقائية هي معنية ب الضرائب على السلع الضارة بالصحة، وقد تم تحديدها بخمس سلع بين دول مجلس التعاون خاصة بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ والكحول ولحم الخنزير لبعض الدول التي يتواجد فيها هذه المنتجات. نعم، والاتفاقية الأخرى؟ أما الضريبة الانتقائية ضريبة القيمة المضافة، نعم، فهي ضريبة على السلع والخدمات بنسبة 5% ويتحمل قيمتها المستهلك النهائي، فيما عدا تم استثناء 90 سلعة تعتبر من السلع الضرورية للمستهلك. نعم، وما أثر الاتفاقيتين على الأسعار؟ ما في شك هناك سيكون أثر طفيف على الأسعار. بالنسبة للضريبة الانتقائية فالأسعار ستكون 50% زيادة على المشروبات الغازية، نعم، بينما باقي السلع ستكون بنسبة 100%. نعم. أما الضريبة القيمة المضافة فستكون 5% فقط، وهي نسبة تعد الأقل في العالم، وستكون لمرة واحدة فقط على السلع والخدمات التي سيتم الزيادة عليها. نعم، الوكيل المساعد لشؤون الضريبة بوزارة المالية أسيل السعد، شكرا جزيلا لك.